أكيد فكرة الاستبعاد مو بحلوة، بس هي مهمة إبداع أروى عباية، وأحس إنه أنا قدمت فكرة جديدة بالمجال العبي. بالنسبة إلي يعني كوني أنا أصلاً يعني متعاملة مع كلاينت بالديزاين هذيك ما كانت ذيك الصعوبة، وقدرت أوصل الفكرة. بالنسبة كتصميم هو يعتمد على التصويت مو على التصميم، لكن أنا بنظري أشوف إنه تصاميم على غريبة مع إنها هاوية مو بمحترفة، بس يعتمد على التصويت وهو هذا العنصر المفاجئ عندنا. هي فكرة إني أشارك مسابقة برسيل عباية شامبو هي فكرة بحد ذاتها حلوة، وإنه أكون من ضمن متسابقات حلوة وفكرة جديدة، وضافت لي بالنسبة إلي يعني كتحدي نايس. الجزء المفضل إلي إنه خلال وقت قياسي إنه ننفذ العباية، وروح الأخوة كانت أكثر من روح المنافسة بين البنات، هذه أحلى شيء. أصلاً مصممة عبايات وجلابيات وعندي شوروم، ولي تقريباً 8 سنين بهذا المجال، بس ما كنت أدخل معارض ولا كنت أسوي عروض أزياء، وظنتي الخطوة الجاية راح أبتدي أقدم عرض خاص فيني. عرفتني على بنات حبوبات و صارت عندي علاقات جديدة، خصوصاً بمجال الميديا. أنا الديزاين اللي قدمته جديد وغريب، وحتى بمجال العبي ما حدا مقدمه، واخترت الألوان اللي رادوها هما، ومقتنعة بديزايني. أكيد شعور أجذب عليش إذا ما أقول شعور مربك، لأن هذه أول مرة أطلع فيها على التلفزيون، بس كان شعور حلو وقدرت أتجاوزه.